مؤسسة أجنحة الأمل للصدمات النفسية تم تأسيسها بعام 2011. الهدف من تأسيسها كان هو دعم الأفراد اللي بيعانوا من أعراض ما بعد الصدمة النفسية أو أعراض مصاحبة لأحداث صادمة مروا فيها. بمؤسسة أجنحة الأمل إحنا بنشتغل على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو إحنا بنقدم خدمات الدعم النفسي للأفراد والمجموعات على شكل تدخلات فردية وجماعية. المحور الثاني هو اللي هو إحنا بنشتغل على صعيد تنمية وصقل المهارات الأخصائي الاجتماعي والنفسي من خلال برامج تدريبية بتساعدهم على اكتساب مهارات عملية في حياتهم المهنية من خلال دورات متخصصة بعلم الصدمات النفسية بشكل خاص وبالصحة النفسية بشكل عام. أما المحور الثالث والأخير اللي هو المحور المركز فيه على توعية وتثقيف المجتمع المحلي في مجال الصحة النفسية بشكل عام والصدمات النفسية بشكل خاص من خلال ورش عمل، من خلال معلومات مكتوبة أو عن طريق الإنترنت بتم توعية المجتمع بهاي المواضيع. في كثير عنا صبايا بيتم الزواج وهي نفسها مش عارفة بالضبط شو طبيعة جسمها، ماشي، شو كيف بصير الحمل، كيف بتصير ليلة الدخلة مثلا، شو مشاعرها، شو الدورة الشهرية كيف بتصير، ليش بصير عنا الحمل نفسه كيف بصير. في عنا كثير كثير الثقافة هاي مش موجودة، هذا الاشي في ديننا وهذا الاشي اللي بيكون اساس العلاقة الزوجية السليمة والصحيحة سواء للشاب سواء للصبية. هذا البرنامج هو اسمه برنامج توعية الأزواج الشابة تحت شعار الحياة الزوجية هي حياة فيها مسؤولية وتكامل وتشارك. هذا البرنامج اللي هو بيعمل على توعية الأزواج الشابة اللي صمم خصيصا للمقبلين على الزواج من أجل إكسابهم مهارات وسلوكيات اللازمة من أجل تحقيق حياة زوجية ناجحة قدر الإمكان. بالإضافة هذا البرنامج بيعمل على تبصيرهم بكيفية إدارة حياتهم الزوجية. هذا البرنامج كمان يعتبر أيضا برنامج وقائي اللي بيعمل على عرض التحديات والخيارات الموجودة في الحياة الزوجية من أجل تفادي المشاكل قبل حدوثها كمان، ومن أجل كمان الحد من نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني. حبيت أشارك في البرنامج لحتى يكون عندي نظرة مستقبلية، حتى أقدر أواجه المشاكل اللي ممكن تصير في المستقبل، حتى يصير تفكيري سلس ومرن وأنمي من تفكيري. جيت على أجنحة الأمل عشان عندي تدريب، كان حسن حظي إني دخلت على لقاء الأزواج الشابة، كانت دورة كثير رائعة وإحنا لسه مكمل فيها من ناحية، أخذنا ناحية دينية وناحية اقتصادية، داخلين على اليوم صحة جنسية وبعدين إيش بيضل علينا نفسية واجتماعية. بمؤسسة أجنحة الأمل اليوم ناخد بدورة الأزواج الشابة لقاءات كتير مفيدة، استفدنا فيها كيف نتصرف في المستقبل بحياتنا، نتغاضى شوي عن المشاكل. إحنا مجتمع ذكوري، دور المرأة كتير رايح، فإحنا هم مقدر كدوري كامرأة أني أقوم في دوري وأعرف شو حقوقي في المجتمع، ودوري كمرأة في عائلتي في أسرتي الجو أسرتي في المستقبل كيف أعرف أني أربي ولادي. أنا كثير مبسوطة في البرنامج، ممتع وجذاب، وكمان بيركز كثير على المشاكل الزوجية اللي ممكن تحدث، اللي ممكن إنه يطورنا وينمينا على إنه نقدر نواجه هاي المشاكل في المستقبل. وبنصحكم تشاركوا في هذا البرنامج، كثير ممتع وجذاب وكمان كثير مفيد. هلا هذا البرنامج هو بركز على 5 جوانب أساسية. الجانب الأول هو الجانب الديني اللي هو بركز على مفهوم الزواج، بركز على أهداف الزواج، على أخلاقيات الحياة الزوجية، الأدوار والواجبات لكل الطرفين من وجهة نظر دينية. الجانب الثاني اللي بنركز عليه اللي هو الجانب الصحي، اللي هو بركز على الفروقات الجسدية ما بين الرجل والمرأة، بركز على العلاقة الجنسية وأدابها، بالإضافة على الاحتياج الجنسي لكل الطرفين، مع التركيز على أهمية عمل الفحوصات المخبرية لضمان عدم حدوث الأمراض الوراثية ما قبل الزواج.
الجانب الثالث هو الجانب الاجتماعي اللي هو بركز أكثر على أو بتحدث أكثر عن تطور الحياة الزوجية أو تطور مراحل الحياة الزوجية، بالإضافة على تركيز على مفهوم التوافق الزوجي، إكساب الأزواج بمهارات الاتصال والتواصل والحوار الخالي من العنف، وإعطائهم آليات في كيفية التعامل مع المشاكل الزوجية بطريقة صحيحة وسليمة. أما الجانب الرابع اللي هو الجانب النفسي اللي هو بركز أكثر على مراعاة الاحتياجات النفسية للرجل والمرأة خلال الأسرة، بالإضافة بعطي كمان مهارات للإشباع العاطفي، بالإضافة لكيفية التعامل مع الضغوطات النفسية لكلا الطرفين، وكمان يعني فهم كمان مفهوم الاحتياجات النفسية للرجل والمرأة والفروق بينهم. الجانب الأخير اللي هو الجانب الاقتصادي اللي هو بركز على مفهوم المال والاقتصاد داخل الأسرة. خلال هذا الجانب بتم التركيز على كيفية إعداد ميزانية منزلية مالية بتتناسب مع دخل الأسرة. كمان هون بتم التعريف على أنماط الاستهلاك السلبي للأسرة، وكمان إعطاء الأزواج الشابة إرشادات ونصائح عامة في كيفية مواجهة المشاكل المالية اللي قد تواجههم في بداية حياتهم وكيفية التعامل معها. إذا بدي أعطي نصائح للأزواج الشابة، ببلش كوننا إحنا مركز بعنا بالصحة النفسية، بطلب من الأزواج الشابة إنه تهتم بصحتها النفسية ما قبل الزواج، لأنه تمتع الفرد بصحة نفسية جيدة هذا بيساعد كمان على إنجاح الأسرة، خاصة إنه الأسرة بتتعرض لتحديات كبيرة وبتواجه تحديات كبيرة في الحياة. الإشي اللي بحب أركز عليه أو النصيحة اللي بحب أعطيها كمان اللي هو الأزواج يهتموا إنه يكون عندهم حوار واتصال وتواصل خالي من العنف، لأنه الحوار والاتصال والتواصل خالي من العنف هو بعطي أساس متين لهاي الأسرة، وبساعد كمان الأسرة على مواجهة التحديات المقبلة عليها. عمل الفحوصات المخبرية لتفادي المشاكل الوراثية هذا كمان موضوع جدا مهم، كمان لازم نأخذه بعين الاعتبار. بالإضافة إلى إذا بدي أركز كمان من ناحية اجتماعية، كتير مهم إنه نفهم احتياجات بعضنا البعض، إنه الزوج يفهم احتياجات المرأة على الصعيد العاطفي، من احتياجات نفسية إلى آخره، فهذا كمان بيساعد على إعطاء أساس متين لهاي الأسرة. بالإضافة كمان المشاكل الأساسية اللي بتواجه الأسرة اللي هي المشاكل المادية كمان، فهذا موضوع برضو حساس كمان لازم يتم مشاركة الزوجين فيه، إنه يكون في كمان دور للمرأة بإعداد ميزانية البيت، المشاركة، التعاون. المفروض الأزواج يكون عندهم دور تكاملي داخل الأسرة، يكون في أدوار واضحة داخل الأسرة. رسالتي الأخيرة إنه بدي كمان يكون في عندي وعي بالمجتمع الفلسطيني بالصحة النفسية تاعته، لأنه صحتنا النفسية هي جزء من صحتنا العامة وهي مطلب أساسي كمان في الحياة، فعشان هيك كمان لازم ندير بالنا على صحتنا ونتمتع بصحة نفسية سليمة.